يابا السلام عليكم يا ولد، هذا تاي حاط علي. شوفوا هذا البصراوي، سبحان الله، شكفة شوفوها، توني مشتريها. هذا خاف تقولون، ترى انا مالاتي كلهن البصراويات ما يطيرن، خاف تقولون مالك. خلي اجيب له علف، خلي لهيب العلف والقرآن. بالقرآن تو شفته حط على السطح وصعدت له، ميت من الجوع. شوف انا مو نفس جماعة اهل الطيور، شوفوا ميت من الجوع ايش راح اسوي له. تعال، حي الله الزلم الزينة، حي الله الزلم الزينة. شوفوا لك عمي، وربي ملك، وربي ملك يا وليد، عمي بالقرآن. ها شكفة توني جايبها هذا الطير، بس اقطع وارديكم، بس هذا طلع من الشكفة، وهاي ردينا يا ولد وياكم، طلعت من الشكفة. شوفوا هذا، هذا البصراوي، شوفوا ولا بصراوي عندي طير بوي. اذا واحد قال بالتعليق مالك لو مشتري، سبحان الله الشكفة هاي توني ما مشتريها صاحب الطاني. اها ها وكضيته، خل بس اشكله وعلف الحمام واحط لهم ماي وارد لكم. هاي يا وليد الحمام، ترست لهم ماي، كان ما عندهم ماي ولا امن تبهدهن، جيت بالشغل هاي لبيت لهن علف عشيتهن. وهذا البصراوي هذا ما شكلته، لبيته بالخانة. هذا البغداديات، هذا البصراوي لبيت له علف وعفته. هذني طيوري، هذني، شوف شلون ميتات من العطش، خطيب ناسيين بدون ماي، هم زين ما شارد واحد من عندهن. هذني، ويلا يا ولد لا تنسون اللايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك، واحلى صيد اليوم. ابوي اللي يكتب لي بالتعليق مالك لو مشتري لو فتشي، والله ترى لا مشتري ولا شي، كضيتي. يلا يا ولد، جود باي، اشوفكم في فيديو ثاني.